jajanan berarti untuk apa Mama Zahra anak yang banataria milukaria temeta lumi fi juga sama كنت هيك المدرسة وقمت اشتغلت في الحي القومي للكهرباء تزوجت عندي 5 أطفال وعندي جد توفى وجيت تزوجت مع واحد اسمه جرماليني محمود والله عندي 5 أيام الرجل الثاني زيد تزوجت ده لسه ما ولي تمام والله بزنس اسمه انا طبعا تربيت عتيم بزنس بعدها تبقري يعني قبل ما انا كنت بدات زمان ان احنا كنا بنعمل في المدرس وبعد الفول عملنا الدعمية مريت يعني بكثير من البزنس حتى ما عملت خمر مريسة كان كنا بنعمل مريسة بعد مريسة كنت فكرت وبعد ما خلاص ولدت عندي اطفال فكرت انه يعني مريسة طبعا بعض مرات واحد لما يعمل مريسة ما بيشتروها طوال جيت فكرت في 92 فكرت انه اعمل عشاء بسيط كده في الباب جنب البيت يعني عشان لانه عشاء ده حتى لو كان اكل ده فضل هي اللي حيقدر ياكل من الاكل ده ولو كان باعوا القروش يمكن زول يشتروا اكل يعني من الصغير لانه هو كده زول بيحتاج يشتري له حاجات تعمل مدرسه هو عشان زول يوصل له تعليم فبدات الامر الاول كان في اتحاد النساء لانه بيتي طوال مقابل اتحاد النساء يا فتحت الشغل ده هناك بس عشان بسيط كده فتحت زاد بحاجه بسيطه يعني يمكن تقريبا جنيه وكنت اجرب عملت ربو كده وفول كده وواحد تراب بقر اللي هو الكوارع يعني اليوم الاول اشتروا بس واحد طلب الثاني يوم اكلنا الاكل ده الجروب بتاع واحد طلب ده اشترينا ابوه ثاني رجعنا شوي شوي كده والله ما في اي حاجه ما شعرت باي حاجه بس طبعا عندي كان 2 كراسي ولا 4 كراسي في البيت طلعت بره بالترابيزه الصغيره بتاع كان ديفان جاب في البيت ودي له ده وخلاص بدات العمل لا عمل البيت ده طبعا ده شيء اولويه اثناء وقت انا كنت قلت ان اعمل عشاء زمن ده طبعا هي عندي الصغرى لازم واحد نوم داس وزول بنساهم انا بقوم بدري بجهز حاجات البيت وبمشي الشغل من الشغل زمن الفطور بمشي السوق بشتري حاجات كنت عندي عجله انا بمشي بعجله بشيل حاجات كده بالعجله يلا اجي البيت ساعه واحده بجي اطبخ حق البيت وحق العشاء يلا في الاصول ابيع في العشاء بس يعني حياتي كله كان كده موظفه في الاداره المركزيه اشتغلت من 85 جيت وقفت من الاداره في 2007 يعني اشتغلت تقريبا 23 سنة في الحي القومي موظف والله ده كله انا بشده طبعا لازم كنت عايز اشتغل انت عايز تزور الناس لازم انت بيكون قفلت عملك بتاع البيت وبعدين تمشي يعني فعلا كتير بتاع شغل بتاعتي انا كنت بشتغل بالليل يعني حتى بيت بتنظف بيت بالليل بيغسل عفش بالليل ملابس بالليل اصلا الصباح لما اقوم الصباح اجيب حاجاتي تاني من سلخان وبعد ده امشي شغل المكتب طبعا زمان ده انا بشتغل لك الساعة 2 ساعة 3 كده بالكتير لك الساعة 2 يعني يلا الفترة الكل ده بقى من الساعة 2 انا بيجي اعمل حاجاتي بتاع العشاء يقول خلاص اكل بتاعتي بتاع العشاء هسا عمري ككل يعني هسا بقيت عندي 43 سنة حيت عملت لي 2 مطاعم واحد في جوا وواحد هنا في المكتب لا بصراحة الموظفين كتير موظفين حقي كتير طبعا يعني هو بالنسبة كله لأنه جزء من كتير بتاع الموظفين هنا النساء لأنه يعني كتير نساء نزلهم في الخدمة بتاع الحكومة وهم لما يجوا يحكي ظروفه وبيجي زي ما أنا عشت في الظروف بقيت أحل لهم أخد نفس الشغل لكن حس يعني الدخل اللي انا قلنا ده ما زي دخل الموظفين قاعدين يشيلوا الموظفين قاعدين يشيلوا الدخل الاكثر انا بكون تقريبا ربع او اقل من ربع زاد يعني تقريبا موظفين حقيقي ممكن بحصل لي تقريبا
75 موزي 75 هنا في 35 وهناك 40 يعني 35 ده برا من شنو؟ الناس المانجر المانجر المسكين الشغل اللي دارين اللي دارين نحن نكتب خمسة إدارين خمسة الخمسة اللي دارين دي برا من خمسة اللي دارين يعني تقريبا كلها يكفي ممكن 80 زار نفر شغالين في الخدمة هنا وهنا ده سلوه صعب لكن عايز الصبر لازم تكون عندك صبر وتكون عندك أسلوب الكيف تقدر تستقبل زول في الشغل لأنه لو خشيت في أسلوب البرة طبعا أصله داجي صبر لأنه أصالب تناس بيختلف تلقى إنه زول تلقاه يعني ما يشتغل شغل تقول له ليه ما قد تشتغل شغل بيقول له أنا اشتغلت شغل وشغل في نفس الوقت ما اشتغل يعني بعض مرات نحن بنعمل الضربة بوم يعني لما انت تقول اشتغل شغل لي وهو بيقول انا اشتغلت شغل لي انت بنفسك ذات تجي تشتغل شغل لي هو شنو بكره لما الثاني تقول له اشتغل شغل لي بيشتغل طوال هو بدا بخجل لان طوال انت بنفسك انت تشتغل الشغل ذات انا لازم اطابع انا لما اجي كده انا اطابع اكل بكل لما القى ثاني ده خطا انا براجع بقول لا ده خطا ارجع وكده في الاسئله انا بجرب الاكل ده كله بشوف انا لو ما جيت او بكون انا ما جربت الاكل لا لكن انا لما اجي بجرب الاكل ده كله وبراغب عليه كله هل تلا كويس اصلت نيتي اللي انا عايزاها ولا لا والله كلنا بنتدخل فيه كان بلديه ولا اوروبيه ولا كده ولا انا شايف هنا السبب ما في لانه شنو الزبون ده هو زبون زول لما نيجي يشتري اكل ده ولا جاي ياكل ده عشان اول باول احنا بندوه الاحترام الاحترام ما قال انه زول ده جاي ياكل هنا ده خلاص زول كده لا تحترمه كزولك زي اسرته احتياجاته زي ما هو ده ولا انا كان اشتغل اي مناسبات مناسبات من برا بيشتغل يعني في جزء منها حسه انا اشتغلت عده مرات يعني في ناس بيكون مثلا عندهم عرس يقول يا اخي يا ماما زهر عندنا عرس يعني احنا محتاجين للاكل يعني مرات بيقولوا انا اطبخ الاكل ده من عندي وبعدها احسبه وفي ناس بيقول في جزء منهم بيكون عندهم ابقارهم وخضارهم بيقول لي يا اخي انا دارين انت تمشي تطبخ لنا وصف معين اي اولا انا بمشي المهم انا بشتغل حسب رغبتهم اللي هم دارين في تانيين بيقول لنا بس تعال احنا دارين اكل لحدود مثلا 1000 نفر 2000 نفر إنا دارين أنت تجهز لنا وتشيل لنا أنا بجهز الأكل ده كله وبشيل لهم وفي جزء من الناس بيقول أنا عندي 2 بقر ولا 3 بقر تعال أطبخ لنا أنا بمشي بطبخ لهم وبعدين أنا حاسبه طبعا الحساب حسب المستوى بتاع الكمية بتاع التلازم على حسب الكمية الهودة كمان أوكي. لكن دائما الشيء اللي أنا دائما بيعمل إذا كان مثلا المطعم أنا جاي نفتح جديد زي كان مطعم ده أو مطعم ده طبعا المطعم ده رحلناه بس لكن أثناء أنا قال نفتح ده عملت حاجة زي كرامة أنا بطبخ وبداوي أي زول ماشي في الشارع ممكن يخش يأكل لما المعاكل دي ينتهي لكن أنا ما بعزل إنه ده ولا ده ولا لا ما في أي زول ماشي على الطريق خشت لي أنا بحضر له أكل وياكل دي زي كرامة وصلوات يعني للمبادئ بتاع الشغل والله وصيتي لهم أنا بحب أكلم إنه مثلا يعني إحنا النساء خلينا نطلع وندخل في عمل بيزنس بيزنس دي بصراحة مهمة جدا لأي زول تقدر يعني دي جزء من المسؤولية قدرت تمسك المسؤولية بتاع بيتك البيزنس ده برضه بتقدر تمسك لأنه هو جزء من المسؤولية كيف بتقدر تمسك الزبائن وكيف بتقدر تمسك الناس اللي شغالين معك لأنه يعني فور إكزامبل زي مثلا في ناحية بتاع الصعوبات الشديدة اللي بتواجه زول مرات في الشغل بتاع بيزنس بالذات المجال بتاع الأكل زينا بتلقى في بعض من الزبائن يعني كانوا دايرين يلعب براسك كده يعني يكلم لك كلمات الأصل لكن يعني كلمات ما محترم يعني لكن مرات انت طبعا عشان كيف ما قدرت تفهم الزبون ده او ما قدرت تحرجه بس تسكت ساكت او لو ما سكت ساكت تضحك له وتخلوه وبراه كده بيفهم يعني في جزء من الناس يعني زي صعوبات بعض مرات انا اللي جيت يعني انه تلقى زبون جاي ياكل يشيل اللون الملاحة ده بدل ينزل الملح ده بسيط او شطة ده بسيط بفتح الهنا ده بكبه لو شطة رفعت كله برجع الاكل ده قال امشي غير لي الاكل ده
اكل ده تتغير الاكل ده مو حاجه ياكل الشطه ده ما في زول حيقدر ياكل انت هنا تقول معلش ده جزء من الخسائر اللي بتدخل شنو في مجالات العمل بعدين نغير له بالاكل النظيف ثاني عشان كيف انت ما دير مشاكل لانه كتر جسمك يا هو قروش ما قدر ياكل لكن في ناس ثانيين عندهم اسلوب كويس يعني في جزء بقول يا اخي يا ماما معلش احنا كنا دارين نكب الحاجه ملح ده وملح ده فات لنا اكثر في الاكل ده كده ساعدنا مع حاجه كده يعني انت بتقدر دي كده بنيه يعني بديك النيه الكويسه بتقدر لكن ثاني ده يقول غير تغير يا عشان كده نقول الجزء النساء في تانين اللي عندهم حرارة طوال ممكن يشاكل مزولة كده تبتبقوا الزباين الناس التانين يشوفوا انت لما تشاكل مزبون يقول انه ناس زي ما كويسين وكده يعني في ناس ما بيحبوا كلام مشاكل في جزء من الناس يعني الدير لما يجي ياكل دير ياكل كويس وياكل اكل بتاعه ويمشي يعني ما دير حاجات احراجات ومشاكل هذا دائما بيحصل في العمالات محل الشغل وبعدين التسيد الشغل زاره يعني في جزء من الناس فعلا انا شفتها يعني مثلا زي يعني انا ماما زهرة خلاص كده لما اكون افتح لي محل الشغل بقعد بسمع لي اجيب الكرسي اقعد وادي التعليمات للعمال اعمل كده واعمل كده واعمل كده وانت قاعد تحت يعني زي يعني بعض مرات انا لما اشوف يعني في نظرتي يعني زي استعمار انت تستعمل في زول تقول تعمل كده يعني حتى مو يجيبوا لي كده وكده لا انت زاد خش معهم في العمل خش معهم في العمل لو هم زادوا حيكون كويسين بكون نشيطين لما انت تشتغل معهم بكون نشيطين الا اذا كان شغل ما في معلش انت تقدر طبعا لكن اذا كان انا مرات حاسه هنا زحمه لو جاني هنا طول انا بخش معهم بقطع ماما الاكل لو عفش كتير ما في زول بتخسر بخش معهم في غسيل بخسر معهم اجي في طرابيزه القى الصينيه برفع عشان كده لازم المراه لما انت تكون دير عملت العمل بتاع بيزنس لازم تكون عندك صبر ولازم تكون انت خدامه بتشتغل وتكون عندك احترام دي كده شغلك هينجح لانه حاسه انا نجحت في شغلتي لانه انا بحترم اي زول لما يجيني هنا كان الصغير شيء لا اقول كان الكبير شيء كان الام المراه الكبيره شيء لازم امي والصغيره شيء لازم اختي عشان كده دي شغلنا ناجح بطريقه اتمناهم هم برضه يخشوا وينجحوا ويكون ينجحوا اكثر مني حتى الخبره زاد الخبره الكثيره اللي انا لقيت ما قال كله مني لانه زول واحد ما بكون عنده كله خبره لكن الامال زادوا بدك شنو لما تكون معهم كويس بدك لك الفكره كويس برضه